أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والارض وما امر السماوات إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ والله 没有 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۗ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما عم كانوا يعملون يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ غفار أثيم إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة ولا وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم <تحدث> بين الناس ولا تقل للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا صدق الله العظيم